النقيب محمد أبو سريع والنقيب خالد زعفان وكتير من ضباط الشرطة اللي راحوا في الفترة اللي فاتت زي ما يكون ربنا بيختارهم. يعني تسأل أي حد يقولك كان راجل، كان بيحب وطنه قوي، كان بيحب شغله جدا، كان بار بأهله جدا، كان بيخلص جدا لكل اللي حواليه، كان راجل مؤدب جدا، كان راجل محترم جدا. ظاهر ان ربنا بيختارهم لان هو طبعا حطيتهم في مكان احسن، ولكن الفراق صعب اكيد. اهله ولاده وابوه اللي خلاه يستقيل من الجيش ويدخله شرطة عشان ما يتعبش، راح خالص منه. طب بسرعة سالي. الو. الو. ايوه استاذة ريهام، ازي حضرتك؟ ازيك، اتفضلي. انا مبسوطة جدا ان انا اكيد بكلم حضرتك. ربنا يخليكي، ميرسي. بس انا كنت عايزة بس اعرف، هو طبعا خالص العزاء للمقدم محمد، وربنا يصبر اهله يا رب وربنا يرحمه، بس هو سؤال، هم مستنيين مين يموت فيهم علشان خاطر يحطوا خطة تأمين صح، علشان خاطر يعرفوا يحموا نفسهم؟ هم بيحمونا وكل حاجة ويعني وتحية كبيرة جدا ليهم، بس هم لحد امتى كده يفضلوا يوقعوا فيهم واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني لحد ما كلهم يخلصوا، ولا ايه؟ هم عايزين ايه؟ ووزارة الداخلية، وزير الداخلية سايب كل الناس وكده ليه؟ ليه ما بيفكرش في حاجة يسميهم؟ حاجة دول المفروض ان هم اولادي، المفروض ان هم اخواتي، المفروض هم اللي بيحموهم، فهي ليه ايه بقى اللي هو يحميهم؟ هم مش المفروض برضو احنا ندور على حمايتهم زي ما هم بيحمونا، ولا ايه؟ انا بشكرك جدا يا سيدي. علاء. ايوه فندم. ايوه اهلا بيك، اتفضل. الله يكرمك يا فندم. ايوه فندم، اتفضل، احنا معاك. احنا بنقدم خالص العزاء فندم من الاسر الشهيد. ممكن حضرتك توطي التلفزيون بس لو سمحت؟ طيب حاضر يا فندم، حاضر. تمام كده يا استاذه؟ اتفضل. احنا نقدم خالص العزاء لاسره الشهيد. ايوه احنا معاك. ايوه فندم، ويا رب تكون اخر الاحزان ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا فندم. وبعدين احنا نشكر قناه النهار لتغطيتها، اللي التغطيه الكامله اللي بتعملها قناه النهار، وبحضرتك برضه اللي انت منوره ومشرفه القناه طبعا. وحضرتك مش عارف اقول لك، يعني بتبذلي مجهود جامد قوي يا فندم. ربنا يخليك، انا بشكرك جدا. احنا مش بنتكلم النهارده في مجهودي ولا بنتكلم فانا بعمل ايه، احنا بنتكلم في الكارثه اللي احنا فيها، ان احنا الرجاله بتوع وطننا اللي بيحمونا، اللي بيحموا امننا واماننا، بنطلب رجاء خاص من سياده اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه، الرجاء تامين الضباط بكلاب، بخبير مفرقعات، بنظام يتحط، عشان وارد جدا ان يحصل قنابل كتير، ووارد ان ضباط كتير تستشهد في الفتره اللي جايه، ولكن على الاقل يعني نبقى واخدين احتياطاتنا وما يبقاش في حد قصر في حقهم. بس نقيب خالد زعفان بنقدم خالص العزاء لأهله، وهو كان من الناس طيبة جدا جدا جدا، البارة بأهلها، محترم جدا في شغله، وهو كان رئيس شرطة المرافق بالأزبكية، ولكن نزل خدمة يوميها في المكان ده واستشهد. ربنا يدخله في سياح جناته.